السلام عليكم ورحمة الله. أنا الاسم ديالي أمل علوش، مدينة تطوان. المشكل ديالنا الزوج ديالي عنده الفيروس الكبد مدة 6 سنوات، كيتعالج في الرباط، ساكنين غير مع العائلة ديالو. الأب ديالو توفى كان باقي صغير، عايشين ظروف صعيبة بزاف، لا من ناحية السكن ولا من ناحية المرض، من كثرة الضغوطات النفسية حتى أنا مرت بالاكتئاب. العيال ديالي عقدتهم معايا، تعقدت أنا. كيجيو من مدرسة خصهم عين نفتح لهم الباب، ما قدراش نفتح لهم الباب باش ما نتلاقاش مع شي حد في الطريق، من كثرة مرضت ومرت مرض نفساني، محيتين الزوج ديالي، محيتين الأولاد ديالي، محيتين هاد الضغوطات ديال السكن، مرات. ومن ناحية المرض، واخا عندنا الرميد ما كنستافدو شي منه، حيت الدواء من فرنسا، التحاليل من فرنسا، يعني عايشين واحد الظروف صعيبه بزاف. شحال من مره بقينا بالجوع باش كنوفروا ديك التحاليل، شحال من مره بقينا بالجوع باش كنوفروا ديك الدواء، عايشين واحد الحاله صعيبه بزاف. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسخرنا محسنين، يوقفوا معنا ويفرحونا ويفرحوا هذا المريض. شحال من مره مسكين بكى، بغيت نوصل ان الراجل كيبكي، يعني الحالة تشرح نفسها. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسخرنا محسنين، والحمد لله باقي الخير في الدنيا، باقي الإحسان في الدنيا، باقي الحمد لله المغاربة فيهم كل خير، لا داخل ولا خارج الوطن.